فعندنا طبعا عم نحكي هون عن لبن البقري كمان. هلا في جدول بده يظهر قدامنا على الشاشه، عندنا هيدا الجدول قدامكم، الفرق بين اللبن اللي هو لبن البقري طبعا كامل الدسم، قليل الدسم، وخالي الدسم. مثل ما شايفين الفرق بالوحدات الحراريه وبالدهون، يعني ما في فرق بالبروتينات، واهم شيء ما في فرق بالكالسيوم. كتار بفكروا انه لما نكون عم نتناول مثلا لبن خالي الدسم يعني ما بقى يحتوي على نسبه الكالسيوم اللي نحن بدنا اياها، هيدي المعلومه غلط. مثل ما شايفين بالجدول قدامكم لكينا كوب من اللبن اللي هو كامل الدسم بيحتوي على تقريبا 150 او 160 وحده حراريه، قليل الدسم الوحدات الحراريه بتقل ل 120 بالكوب، وخالي الدسم بصير في عندنا 90 وحده حراريه بالكوب، يعني في فرق تقريبا فينا نشرب 2 كوب من اللبن خالي الدسم لنحصل على نفس الوحدات الحراريه اللي موجودين بالكوب اللي هو كامل الدسم. من ناحيه البروتينات كلهم بيحتوي على بالكوب بيحتوي على 8 جرام من البروتين، ما بتتغير النسبه ابدا اذا كنا عم نتناول كامل الدسم، قليل الدسم او خالي الدسم. دهون طبعا بتفرق، في عنا 9 جرامات بكامل الدسم دهون مشبعة هون عم نحكي، و2 جرام بقليل الدسم، وبطبيعة الحال بما أنه خالي الدسم ما بيحتوي أبداً على دهون مشبعة ولا أي نوع دهون تاني. بالنسبة للكالسيوم مثل ما قلت لكم كل كوب من اللبن البقري شو ما كان نوعه بيحتوي على تقريبا 250 ملي جرام من الكالسيوم، ونحن عادة احتياجاتنا عادة عند السيدات بتكون 1000 ملي جرام من الكالسيوم بالنهار. 1000 ملي جرام يعني احنا اذا اخذنا 4 اكواب لبن باليوم بنأمن احتياجاتنا من الكالسيوم، بس طبعا مش اللبن الوحيد اللي بيحتوي على كالسيوم، مشان هيك احنا مش مطلوب منا نتناول 4 اكواب لبن، ممكن كوب لبن، كوب زبادي اللي هو كمان بيحتوي على 250 ملي جرام، والباقي بنقدر ناخده من الجبن وبنقدر ناخده من الخضار التانية اللي بتحتوي على نسبة كالسيوم كمان، مثل البروكولي، مثل الأرنبيط، مثل الكروم. يعني نحن إذا أمننا أو تناولنا هالمأكولات يوميا بنكون عم نأمن احتياجاتنا من الكالسيوم. في عندي بعد جدول تاني اللي هو في كتير أشخاص بيسألوني طيب شو الفرق بين اللبن البقري واللبن الجاموسي. اللي مبين عندنا بالجدول هو طبعا انه اللبن البقري بيحتوي على، هون عم نحكي لبن البقري كامل الدسم مع اللبن الجاموسي اللي هو كامل الدسم كمان، عم نقارنهم ببعضهم. تقريبا اللبن الجاموسي بيحتوي على وحدة حرارية، بطبيعة الحال هو اللبن الجاموسي بيحتوي على كل المقادير أكثر، إن كان وحدة حرارية، دهون، بروتينات، وفيتامينات ومعادن، كلهم موجودين بكمية أكبر باللبن الجاموسي، لكن عندنا تقريباً 237 وحدة حرارية بكوب من اللبن الجاموسي مقابل 150 من الوحدة الحرارية باللبن اللي هو اللبن البقري. وعندنا نسبة الدهون بتختلف كمان، لكن عندنا البروتينات أكثر بشوي، 8 جرام باللبن البقري و9 جرام باللبن الجاموسي. اللي بيفرق كمان كثير هو السكر اللي هو اللاكتوز، اللاكتوز اللي هو السكر اللي موجود عادة باللبن، عندنا 11 جرام باللبن البقري بينما 70 جرام، يعني شوفوا نسبة السكر قد ايه موجودة عالية باللبن الجاموسي. نسبة الدهون كمان بتصير مضاعفة، بدل 8 جرامات بتصير 16 جرام، كوليسترول أكثر، كالسيوم وبوتاسيوم أكثر. طبعا للأشخاص اللي بدهم اللي عندهم مشكلة بالوزن، ولا الأشخاص اللي أصلا عندهم مشكلة بالدهون الموجودة عندهم، دهون بالدم، هون نحن بدنا نقول لهم أنه أفضل يبتعدوا قد ما فيهم عن اللبن اللي هو لبن جاموسي، لأنه منه مفيد لهم أبدا، بتخن وحدة حرارية أكثر، دهون أكثر، وسكر أكثر، سكر اللاكتوز. للأشخاص اللي عندهم مشكلة بهضم اللاكتوز اللي بيعملوا نفخة مثلا لما يتناولوا اللبن، كليا لازم يبتعدوا عن اللبن الجاموسي. أما للأشخاص مثلا رياضيين
اللي هن بحاجة لفيتامينات معادن كتيرة، بحاجة لبروتينات أكتر، بحاجة لدهون لأنه هن عم بيبنوا وعم بيكبروا وعم بيزودوا وزنهم. بنصح أنه الرياضيين يتناولوا لبن الجاموسة، إنما بالحياة العادية الأطفال أبداً ما بيسوينون اللبن الجاموسة خالص، لأنه كمية الفيتامينات والمعادن كتيرة رح تكون تقيلة عليهم وتقيل صعب الهضم، وبنفس الوقت تقيل على أنه الكلى تتخلص من هالكمية الكبيرة من الفيتامينات والمعادن. لكن صحيح لبن الجاموسي بيحتوي على فيتامينات معادن كتير، إنما المكونات الثانية اللي هي الدهون السكر كتيرة كمان لأشخاص عم ينتبهوا على وزنهم ولا أشخاص عندهم دهون بالدم. هذا الفرق بين لكن اللبن البقري واللبن الجاموسي.